السلام عليكم اصحاب عاشق الدرجة النارية. اليوم الاخبار اللي جايب ماشي اخبار اللي هو مزيان. كما كتشوفوا هاد اليوم هذا هما نزيدو في لاسورانس ترقيم الدرجة النارية. ودابا اقول لك بيرمي لصحاب تريب بورتو، انتم تشوفوا الفيديوهات. وهادشي بغينا يوصل جلالة الملك. الحبس السلعة في الكمية، جا وقف عليا بوليس، قال لي الوراق ديال الموطور، عطيتو الوراق، قال لي اعطيني البيرمي، قلت لي ما عنديش البيرمي، هو يقول لي غندي لك الموطور، قلت لي ما يمكنش لك تدي لي الموطور وليت مضارب انا وياه، جاو السلطة اخرين بلا ما نقول لك تعدوا الحكومة الدولي. ديال انفا. فينا؟ احنا في انفا. ديال انفا. داو لينا الموطور اخويا، ملي داو لي الموطور الفوريان، مشيت نخلص ندوزو البيرمي. 86000 ريال منين غتجينا حنا؟ جابوا لينا حتى العواشه، نهار بغاو يحيدوا الحديد، نهار بغاو يحيدوا الحديد للطوموبيلات 15 يوم هما تيعلموا في التلفازه الرباط دوزام حيدوا الحديد، حنا نعسوا فاكو، قال لك اجي بيرمي، فين كاين هاد القانون؟ علمونا نعرفوا حتى حنا اش غنديروا، نحطوا ديك الماطر ونمشيو ندوزوا بيرمي، ماشي انتوما نعسوا، فقتوا جاو قال لك بيرمي، نعسوا فاكو قال لك. انتم كما كتشوفوا انك في المغرب لا تستغرب، بداو بترقيم الدرجات النارية شوية لاسورانس زادو ليها، ودابا بيرمي، وبيرمي دابا غادي يسريو مع تريبورتوات غادي يدوزو لمواطر بحال السيد سعيد البنيني، المهم مواطر الشينوا، وملي يسريو مع المواطر بلي غادي يدوزو لبيكالا تا هما يديرو ليهم شي اسورانس وشي بلاكات تا هما، هادشي اللي بان لي انا في هاد القوانين تاعهم. ومن هنا ان شاء الله لقدام المغرب الا بغيتي تعيش فيه خصك تشري النفس تاعك، يعني خصك تشري شي قرعه تاع الاكسجين باش تبدا تنفس. يعني وكاين شحال من واحد اللي معيش ولادو بالتريبورتو، يعني خدمتو هي التريبورتو باش معيش ولادو، ودابا العيد جاي، يعني شي قوانين تيديرهم في اوقات اللي هما الازمه، والازمه في المغرب والبطاله، وزيدو بيرمي التريبورتو. ونخليكم الخدمه سوا انكم تبارطاجيو الفيديو باش يوصل.